تشتد أزمات إقليم ناغورني كاراباخ حينا وتهدأ حينا آخر بعد الحديث عن عودة الدبلوماسية إلى المسار. الجديد في هذه الأزمة ما أعلنه مجلس الأمن الأرميني عن لقاء يجمع رئيس وزراء البلاد مع رئيس الأذري في الخامس من الشهر المقبل، وهو لقاء يأتي بعد محادثات منتظرة بين الرئيس التركي ونظيره الأذري الاثنين. على الأرض تسير الأمور بإيقاع مغاير ومتسارع، حيث يغادر الأرمن في الإقليم بأعداد كبيرة من كاراباخ إلى أرمينيا تنفيذا لاتفاق وقف الأعمال العدائية بين البلدين. وتأتي الشكوى ولعلها خيبة الأمل من رئيس الوزراء الأرميني حين اعتبر أن تحالفات بلاده غير مجدية، في إشارة إلى موسكو التي لم تعمل على منع النزاع الأخير في الإقليم رغم وجود قوة حفظ سلام روسية. بالعودة إلى الوراء إلى جذور الأزمة، فإن تاريخ الصراع بين البلدين حول الإقليم يعود للعام 1918، فكل دولة ترى أن الإقليم يتبع لها تاريخيا وعرقيا، وتواصل الحال على ذلك يهدأ الصراع، لكن الخلاف لا ينتهي حتى وإن طواه مؤقتا الانضمام إلى الاتحاد السوفيتي السابق. ولكن ما إن تفكك الاتحاد السوفيتي وانهار في العام 1991 حتى اشتعل من جديد هذا النزاع ولأكثر من مرة، وخاض الجانبان خمسة حروب كانت البداية في العام 2006، واشتد القتال العام 2014 وكذلك في العام 2020. للمزيد رحب بضيوفي من العاصمة الأرمينية يريفان، ينضم إلينا ساكو أريان الكاتب الصحفي، ومن موسكو الدكتورة ثوري الفرة أستاذة العلوم السياسية في جامعة موسكو. أهلا بكما. سيد ساكو، سأبدأ معك، قربنا أكثر من صورة الأوضاع. قيل بأن أرمن الإقليم يرحلون ينزحون عن كاراباخ بأعداد كبيرة، كيف تبدو الصورة والموقف السياسي؟ نعم سيدي الكريم، أود أن أحيي المشاهدين الكرام وطبعا القائمين على هذه الإذاعة المحطة الكريمة في الأردن، مملكة الأردن الهاشمية. أود أن أقول أن هذا الصراع، نعم هذا صراع تاريخي، ورأينا تغيرا في المسار، وأهم مسار كان عندما ثلاثة أطراف برعاية روسية عام 2020 قرروا سويا إنهاء هذا الصراع. ماذا يعني هذا؟ كانت هناك على طاولة البحث بقيادة روسية، طبعا شخصيا بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين، معاهدة سلم، تأسيس لمعاهدة سلم. لذلك كان لكاراباخ دورة مهمة كإقليم، له ظروفه، مناخه السياسي الثقافي الجيوستراتيجي في المنطقة، وعلى هذا الدور كان الدور الروسي المميز كقوة حفظ السلام. رأينا بعد الحرب في أوكرانيا رئيس إلهام علييف، وهو أيضا مدعوم من تركيا، من رئيس التركي شخصيا رجب طيب أردوغان، حاول خلط الأوراق وبإرادة بقوة صلبة، بإرادة عسكرية، في 24 ساعة دخل في معركة داروس. لذلك الحكم في كاراباخ يعني رأى أنه في وضع حرج، لذلك سلم السلاح. هذا ما جرى، واليوم نرى الألاف، أكثر من 100 ألف أرمني هم متجذرون على هذه الأرض،
في حالة خوف وهلع يتركون هذا الأرض، هذا الإقليم الذي كما قلت وأريد أن أشدد له دور تاريخي، وهلع وعلى هذا الدور التاريخي الرمز الروسي الذي اليوم في موقع ضعيف جدا. نعم. طب دكتورة ثريا، ما رأيك فيما قاله ضيفي ساكو من يريفان؟ أذربيجان لم يكن بإمكانها أن تفعل ما فعلته دون ضوء أخضر من روسيا. يسعد مساك أستاذ طارق ومشاهدين الأحباء. طبعا روسيا لا علاقة لها بما يحدث الآن من خلاف ما بين كل من يريفان وباكو. روسيا على العكس، روسيا في الكثير من المرات جمعت كل من رئيس الوزراء نيكول باشانيان وإلهام عليف في موسكو من أجل التوصل إلى حل سلمي لإنهاء قضية ما يسمى بإقليم ناغورني كاراباخ. وبالتالي روسيا لا تنحاز إلى طرف، ولا يمكن لروسيا أن تنتظر أو تعطي الضوء الأخضر لأذربيجان للتحرك عسكريا باتجاه أرمينيا. على العكس، أساسا روسيا لا مصلحة لها في هذا الشأن، وخاصة بأن الآن هي لديها مشاكل في صراعها مع أوكرانيا بأن تقوم بتأجيج الصراع في منطقة القوقاز، وخاصة المنطقة التي تعتبر منطقة نفوذ روسي في هذه المنطقة. وبالتالي أي زعزعة أمن أو استقرار هو زعزعة أمن أيضا بالنسبة إلى روسيا. روسيا لا تحتاج إلى حرب أخرى أيضا على حدودها، إلى الآن لم تنتهي من حربها مع أوكرانيا حتى تبدأ حرب ثانية أخرى في القوقاز. وبالتالي على العكس، روسيا حاولت، أبلغت طبعا باكو بأن قبل العملية العسكرية بأنها بدقائق فقط قليلة قبل بدء العملية العسكرية أبلغت موسكو بأنها ستتحرك عسكريا بهدف طبعا تطهير ما يسمى بالميليشيات العسكرية الأرمنية الانفصالية داخل إقليم كاراباخ، والذي طبعا حسب المعطيات الدولية وحسب نص الإعلان عام 1991 يعتبر طبعا الميثاق الدولي يعتبر بأن إقليم ناغورني كاراباخ هي أراضي أذربيجانية. وبالتالي روسيا ليست متهمة في هذا المجال، ومن السخافة أن تتهم روسيا لأنها هي لا تريد أن تزعزع المنطقة التي هي لكن أي زعزعة مبرر هذا السؤال القوقاز، وبالتأكيد زعزعة أمن لروسيا. دكتورة ثريا، ربما طرح هذا السؤال له ما يبرره، بأن كما ذكرت كثيرة هي المرات التي كان هناك تدخل روسي، لكن هذه المرة بدأت روسيا أقل ميلا للتدخل. أستاذ طارق، ليست أقل تدخلا، على العكس، يعني نحن حتى نكون منطقيين يجب أن ندرس الأوضاع التي تمر بها روسيا. روسيا الآن منشغلة في حرب، ليست هي، نعلم بأنها هي لا تواجه أوكرانيا منفردة، هي تواجه الآن ما يسمى بدول الناتو، وتواجه أيضا واشنطن، يعني هي لا تواجه كييف منفردة. وبالتالي هي منشغلة، سيما وأن كييف الآن تقوم بهجمات صاروخية على القرم، على القاعدة الأساسية للأسطول البحري الروسي، تقوم الآن بإرسال مسيرات داخل موسكو على مناطق هامة وحساسة داخل موسكو. وبالتالي روسيا لم تعطي، هي المسألة ليست بأن تساعد أو لا تساعد روسيا الآن، على العكس، روسيا هي تحتاج إلى من يساندها الآن في حربها ضد أوكرانيا. وبالتالي هي تحركت بالعكس بشكل سلمي، رأينا بأن عندما بدأت أذربيجان عمليتها العسكرية داخل أرمينيا مباشرة تحركت قوات حفظ السلام الروسية وقامت بتهدئة الأمور، وأيضا بالمباحثات ما بين كل من انفصالي كاراباخ وأيضا بالنسبة لحكومة باكو، واستطاعت حقيقة أن تعمل على هدنة، على إيقاف هدنة، ووافق كل من الطرفين على هذه الهدنة. وبالتالي روسيا أيضا، لا ننسى بأن أرمينيا، يعني دعني فقط أوضح نقطة هامة، تفضلي، يعني روسيا تخشى دائما بما يسمى من الثورات الملونة، ونعلم بأن باشنيان يعني وصل إلى الحكم عن طريق هذه الثورات، وهو الجميع يعلم منذ وصل نيكول باشنيان إلى سدة الحكم هو غير البوصلة الأرمنية، توجهت باتجاه الغرب، يعني هناك العديد من المواقف التي قامت بها يريفان ضد موسكو. أذكر لك على سبيل المثال الآن المناورات العسكرية التي تقوم بها الآن يريفان مع القوات التابعة للولايات المتحدة الأمريكية، والتي
طبعا هي يعني عدد المشاركين من الأمريكان العسكريين لا يتجاوز 85 عسكري، ولكن في الوقت الذي وافقت فيه أرمينيا على إجراء مناورات عسكرية مشتركة ما بين كل من الولايات المتحدة وما بين أرمينيا، عارضت أن تقوم منظمة الأمن الجماعي برئاسة روسيا بإجراء مناورات عسكرية على أراضيها. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، في العديد من المرات أرمينيا منعت دخول مسؤولين روس. أقول لك مثلا على سبيل المثال رئيس الاستخبارات العسكرية منع من الدخول إلى أرمينيا، رئيس مجلس الدوما، وسائل الإعلام الأرتي، مسؤولة أرتي منعت من الدخول إلى أرمينيا. أيضا عدم الاتهام الذي وجه مباشرة من باشنيان عندما قال بأن توجهنا مع الحليف الروسي يعني كان خطأ استراتيجيا. لا شك بأن موسكو تعتبر بهذه طعنة في الظهر. على العكس، روسيا نعلم بأن روسيا كانت دائما تساند أرمينيا، تقف إلى جانب أرمينيا وهي الحليف القوي. يعني منذ أيام الاتحاد السوفيتي حتى بعد سقوط الاتحاد السوفيتي استمرت روسيا في علاقاتها الجيدة مع ليرفان، ولكن بوجود باشنيان حقيقة أصبح التوجه غربي. حتى رأينا الآن بأن حتى هناك مظاهرات داخل أرمينيا، داخل يريفان، تخرج ضد باشنيان، تريد تطالبه بالاستقالة. المعارضة تتحرك ضد باشنيان، وبالتالي يعني نعم. طيب الصورة يعني أوضحتيها يعني وقدمت لنا فكرة جيدة. سيد ساكو، من تعتقد أن يريفان تدفع ثمن هذا التحول غربا، وبالتالي هذا ما يفسر ما يجري في إقليم ناغورنو كاراباخ؟ أولا سيدي، ما أشارت به سيدة من موسكو، هناك مغالطات كبيرة. من طعن في الخصر يا سيدي الكريم؟ شعب الأرمني المسالم في كاراباخ طعن في الخصر من قبل قوات حفظ السلام الروسية، وإن كانت روسيا مشغولة في أوكرانيا لماذا لم تتكلم عن ذلك؟ أرمينيا كانت تريد التدخل الأممي، وكان هناك اجتماع في مجلس الأمن في الأمم المتحدة. الوزير الخارجية الأرميني سيد آرارات ميرزويان قالها بالفم الملآن، أرمينيا تريد قوات دولية لحفظ السلام كما في لبنان مثلا، في جنوب لبنان أو أي منطقة أخرى، في كوسوفو، في أي منطقة أخرى، ولكن روسيا لا تريد ذلك، وهي تفكر إن وجودها اليوم وجود استراتيجي في جنوب القوقاز. ولكن السؤال الكبير، هل غدا باكو ستريد أن روسيا تبقى في المنطقة؟ هذا أولا. وثانيا، أرمينيا لم تغير البوصلة، هذا كلام مردود لأصحابي يا سيدي. وهذه المناورات مع الأمريكان مناورات سوارية، لا يوجد أي أمريكان ولا سياسة خارجية أمريكية ولا أكثر من ذلك. أرمينيا قد دفعت الصداقة مع روسيا، ونيكول باشنيان شخصيا كان حليف جدير به مع الرئيس بوتين، والذي لم يرفض طلب للرئيس بوتين إذ وحدات قوات أرمينية كانت في سوريا من ضمن عملية سلمية أو قوات حفظ السلام. يعني الكلام الذي يأتون به من موسكو لماذا يفبرك على هذه الطريقة؟ وحضرتك كمان تقول أن التغيير، لا يوجد أي تغيير، ولكن اليوم هو مجرد سؤال. أستاذ ساكو، أنا لا أتبنى وجهة نظر وكذلك موقف القناة، نحن نطرح الأسئلة في محاولة ل يعني عالم تدوير الزوايا ومعرفة وجهات النظر. آخر فكرة سيدي، تفضل. كل يا سيدي الكريم، كل دولة لها حقها في التعبير الديمقراطي، ولا يوجد أي ثورة مخملية ولا ثورة ملونة. الشعب الأرميني كان منهكا تحت الحكم أكثر من 30 سنة، النفوذ الروسي كان هنا في أرمينيا، لذلك تغير الحكم. ولكن روسيا لا ترضى بأي تغيير حكم، وهي تفكر إننا في مرحلة الاتحاد السوفيتي. لا يا سيدي، انتهت هذه المرحلة ست سوريا، هذا من الماضي. اليوم الوضع مختلف تماما، روسيا لها مشاكلها
لذلك على أرمينيا وضع الحسابات الجديدة على الطاولة. هذا ما يحدث الآن يا سيدي الكريم. طيب أستاذ ساكو، لماذا تحملون مثلا قوات حفظ السلام الروسية بأنها ربما لم تتدخل لمنع تفاقم هذا التوتر؟ سيدي لو سمحت لي أستاذ ساكو حتى أكمل سؤالي، وهناك منظومة الأمن الجماعي، ألا تفشل هذه المنظومة؟ يبدو أن رئيس الوزراء يشعر بخيبة أمل. يا سيدي الكريم 2020 يعني كل هالغطرسة، في يوجد اتفاقية بين أرمينيا وبين منظمة الأمن الجماعي التي هي من أسستها موسكو، والطرف الأزيري بعد هذا الحرب حتى دخل في منطقة تشيرموك الأرمنية، وهذا المنظمة لم تفعل شيئا. ما علينا أن نعمل؟ يعني نتوسل إليهم؟ ما أحد تدخل. إنهم يقولون نحن حلفاء مع أرمينيا وباكو. إن كنت حلفاء مع أرمينيا وباكو لا يجب أن تكون في هذه الوضعية. اليوم أنت لديك شهر عسل مع إردوغان، نحن نتفهم ذلك، ولكن ليس علينا نحن لن يجب أن ندفع ثمن هذا الشهر العسل يا سيدي. إن تركيا قد أسقطت طائرة روسية في سوريا، ومن بعدها قتل السفير الروسي في أنقرة في قلب تركيا، ماذا فعلت روسيا؟ إنهم يتكلمون بلغة غريبة، يعني الجيوستراتيجية نتفهمها، ولكن هناك عوامل أساسية كدولة روسية تحترم حالها. طيب. يعني صديقة أكثر من 300 عام تبيعه يعني كبش محرقة. طيب يعني وصلت. طيب دعني أستمع الآن إلى الدكتورة ثريا، مجموعة من الملاحظات قدمها السيد ساكو. ويقال بأن العامل التركي نظرا للعلاقات الوثيقة ما بين روسيا وتركيا في إطار هذه الحرب الجارية حاليا في أوكرانيا، للتدخل الروسي في هذا النزاع أو بداية هذا النزاع ربما حسابات مختلفة. دكتورة ثريا، طبعا ما تفضل به الضيف من يريفان من سرد، يعني فقط سرد، يعني أنا لم أستمع ولا إلى معلومة مهمة سوى شهر العسل التركي الروسي. يعني ما شأن شهر العسل الروسي التركي بما يحدث الآن؟ ولماذا يتم اتهام قوات حفظ السلام الروسية المتواجدة في المنطقة بأن تتحرك؟ هل هناك وثائق بأن قوات حفظ السلام الروسية لم تتحرك؟ يعني الشيء الطبيعي أن يذكر ضيفك من يريفان أن يتهم موسكو كما قام رئيس وزرائه باتهام موسكو بدون وجود أدلة. حسنا، يعني هذه الاتهامات تلقى جزافا هكذا. السؤال، لماذا وافق باشايان على أن يجري مناورات مع ضباط من الولايات المتحدة الأمريكية، ورفض أن تقوم منظمة الأمن الجماعي برئاسة روسيا بإجراء مناورات عسكرية على أراضيها؟ إذن هذا أليس توجها غربيا؟ النقطة الثانية، نعلم بأن روسيا تسير حسب نص الميثاق الإعلان والذي معترف به دوليا، بأن أذربيجان هي جزء، بأن ناغورني كاراباخ هو جزء من الأراضي الأذرية. هذا ما تقوله المواثيق الدولية، هذا ما تقوله الخرائط الدولية، هذا ما يقوله نص إعلان عام 1991، وبالتالي روسيا هنا لا تنحاز إلى طرف. يا سيد، هنا يا سيد طارق، المسألة ليست مسألة لا عسل ولا بصل، المسألة هنا مسألة مصالح. لا شك بأن الدول تنطلق من مصالحها، يعني القضية هنا بأن روسيا عندما تتعاون مع تركيا، نعلم بأن أردوغان قدم العديد من الاعتذارات إلى بوتين، ونعلم ماذا فعلت موسكو بعد أن قامت أنقرة بإسقاط الطائرة بعد أن تم قتل السفير، اغتيال السفير الروسي. رأينا بأن أردوغان عاد مرة ثانية وهو بحالة إذلال، واعتذر أكثر من مرة من قبل بوتين. المسألة هنا مصالح دول. نعلم مصالح دول، يعني نفس المبدأ دكتورة ثريا، نفس المبدأ ينطبق يسري على أرمينيا التوجه شرقا، ولكن هي لم تغدر فقط للسيادة ووفقا للمصالح. القضية
صحيح لا أنا ما أود مناقشته هنا بأن روسيا لم تغدر، روسيا لم تغدر بأرمينيا، إذا لماذا الآن الشعب الأرمني يخرج؟ لماذا الآن هناك مظاهرات ضد باشايان؟ الشعب الأرمني الآن يطالب بإسقاط هذه الحكومة. دكتورة المعارضة أقول لك على سبيل المثال حزب المعارضة الأم أرمينيا. أنا أشكرك دكتورة ثريا الفرة أستاذة العلوم السياسية في جامعة موسكو، أشكر ضيفي من يريفان من أرمينيا ساكو أريان الكاتب الصحفي، شكرا لكما.